من الخطأ في اللقطة وفي المحاولة الماضية. بينما هنا طبعا سعيد البلوشي في هذه اللقطة في هذه المحاولة، كرة عالية باتجاه المرمى، اتجاه المرمى، إنها في المرمى، إنها تحمل أول الأهداف، أول أهداف المباراة. إذا الظفرة يسجل، الظفرة يتقدم في ظل السيطرة الأهلاوية. عبد الله عبد القادر هو أول في بطولة الدوري، حتى الآن لم ينتصر نادي الظفرة. وأنا محاولة، كرة باتجاه المرمى لديوم الله، الثاني الثاني للظفرة، الثاني لفرسان الغربية، الثاني هنا عن طريق ماخيتي ديوب. نعم، هذا المدرب الذي يحضر، الذي يجهز، والذي يدون ويقول بأن يعود بالسلامة بلال نجارين بانتظار دخوله إلى أرضية الملعب. خيمينيز، خيمينيز، خذوها، حلوة، خيمينيز سجل من جملة وتكتيك أهلاوي. أوه، هدف أهلاوي. 2-1 تصبح النتيجة الآن، 2-1 عن طريق خيمينيز، ثاني أهدافه.